اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فيديو مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احسن الاحوال. موضوعنا للنقاش هذا الصباح هو علاقه بمستجدات كورونا. واش نتينا مع الرجوع للحجر الصحي مره اخرى خاصه بعد انخفاض درجات الحراره؟ مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا احسن الاحوال وبصحه جيده يا ربي. فكيف ما شفتوا موضوع النقاش هذا الصباح عنده علاقه بمستجدات فيروس كورونا. فكما كتشوفوا وصلنا ارقام مخيفه في عدد الاصابات والوفيات، تغمدهم الله بواسع رحمته. اليوم غادي نفتحوا النقاش وغادي نخليو لكم نتوما الحق في الرد حول مدى إمكانية الرجوع للحجر الصحي والعزل الصحي مرة أخرى خاصة بعد انخفاض درجات الحرارة. مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم. نقرأ أول كومنتار ديال يوسف طاهري. وعليكم السلام هند حداد، أخباركم بروح؟ كيف درتي؟ على خير الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يكبر بك. ياسين أصري تحية ليك، صباح النور. وعليكم السلام ليلى، وعليكم السلام ليلى، أخبارك أختي؟ مزيان اللهم لك الحمد. نتمنى إن شاء الله تكوني على خير وبخير وتكوني في أحسن الأحوال. محمد الحمومي تحية لك محمد الحمومي، نتمنى إن شاء الله تكون على خير وبخير وتكون في أحسن الأحوال. لكن ما شفتوا موضوع النقاش هذا الصباح، واش ممكن نرجع للحجر الصحي او العزل الصحي مره اخرى خاصه بعد ما شفنا انه كاين ارتفاع في عدد الاصابات والوفيات بهذا الفيروس. الله يرحمنا يا رب ويرفع علينا الوباء والبلاء. شكرا محمد مكاوي، والله ما كرهت اخويا محمد مكاوي، تحيه لك. الحمد لله، وانت اللهم لك الحمد خويا محمد حمومي، الله يكبر بك. حفيظه قاسم، ايوا اصبري معنا اختي، اصبري معنا. رجاوي ديما تحيه ليك، تحيه خاصه للمتبعين ديالنا في مكانو. شكرا للجاليه المغربيه اللي كتواكبنا وكتفاعل مع اللايفات ديالنا. نتمنى ان شاء الله تكون الامور على خير وبخير. سلام خويا، وعليكم السلام، الله يكبر بك. كما كتشوفوا موضوعنا النقاش هذا الصباح، واش نتوما مع الرجوع للحجر الصحي مرة أخرى خاصة بعد انخفاض درجة الحرارة؟ واش ممكن نرجعوا للحجر الصحي مرة أخرى؟ العواد عثمان الحمري تحية لك عثمان الحمري، شكرا لك على تفاعلك معنا. إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا على خير وبخير. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب آمين. يا رب اشف علينا عاجلا وليس آجلا يا رب يا رب يا رب يا رب. ولد كيقول يا صباح ضد الكل عادة إلى حياتي اليومية كندا وفرنسا، ضد الكل عادة إلى حياتي اليومية كندا وفرنسا وإسبانيا، تكون خسرين منهم. شين سلام صافا، واش كاين غير الحجر الصحي ضروري؟ فمع انخفاض درجة الحرارة كاين واحد المشكل كبير، أن ممكن كي كتعرفوا هذا فصل الخريف هو فصل اللي كيكثروا فيه الأمراض التنفسية، يعني لي بروبليم ريسبيراتواغ، كاع الناس اللي عندهم لي بروبليم ريسبيراتواغ كيوقع لهم مشكل في هاد لابيريود، يعني الحساسية، الرواح، السخانه، فهما علامات تقريبا كورونا. وحتى ديك الكحه باش تخرج الدار الا كنتي مصاب راه غتخرج الفيروس. نتمنى ان شاء الله ربي يلطف بنا ويرحمنا يا ويجعل هذا المرض بردا وسلاما علينا كما جعل النار بردا وسلاما على سيدنا ابراهيم. سيدي المسكين اكيد اكيد. فعثمان شكرا، مساء الخير.
الداخل. شكرا لك، كما كتشوفوا كان موضوع النقاش هذا الصباح كنناقشوا معكم واش ممكن اننا نرجعوا للحظه الصحي مره اخرى، خاصه بعد انخفاض درجات الحراره. تمنى ان ربي يلطف بنا، ان يجعلنا ان شاء الله نهايه لهذا الوباء. الله يرحمنا يا رب، يرفع لنا هذا الوباء، الله يرفع لنا هذا الوباء عاجلا وليس اجلا يا رب. حسن أبلة، احنا مع الحظر الصحي، اكيد هنا اراء اختلفت، كاين اللي معه وكاين اللي ضد. نسأل الله العافية والسلامة يا رب. شكرا لتفاعلكم، شكرا لكومنتات ديالكم. صباحكم مبروك، تبقوا على خير.